سعيدة، لعبتنا اليوم اسمها البالون المربوط. هيدا اللعبة بحاجة ل بالون وخيط، وبحاجة كمان لمجموعة من اللاعبين. كل لاعب بده يكون رابط البالون بإجره، عليه حافظ على بالونه بس، عليه يفقع البلاوين التانيين، وآخر شخص بيبقى محافظ على بالونه هو الشخص الرابح. لنفهم أكثر خلينا ننتقل على التطبيق العملي. مثل ما انتم شايفين صار معنا مجموعة من اللاعبين، كل واحد ربط بالون بإجره. فهلأ اللعبة هي بتقول انه كل واحد لازم يحمي بالونه ويفقع البلاوين التانيين. بلشنا. هيدي لعبتنا لليوم اللي علمتنا كيف نحافظ على نفسيتنا من التأثيرات الخارجية اللي بتأثر بشكل مباشر على نفسيتنا. بتمنى تكون عجبتكم، بشوفكم بالفيديو الجديد.